بنرحب بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز للقمة العربية الـ32 بجدة. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المنطقة العربية مرت بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة الشعوب العربية، ومؤكدا في كلمته أمام القمة العربية بجدة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات فرض عين وضرورة حياة لضمان مستقبل الشعوب ومقدراتها، ومشددا على أنه لا يستقيم أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بذلها أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجباً ومسؤولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضاً للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذا في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعا لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المزيد عن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، نتابع. كلمة المصرية على الرغم من أنها كانت موجزة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها أعتبرها أنها كانت كلمة الثوابت، كلمة الثوابت المصرية والثوابت العربية. كلمة الرئيس بدأت بنوع من المراجعة إذا جاز التعبير، ومراجعة يعني في بضعة كلمات فيما يخص الدولة الوطنية. نحن كنا نتحدث بالإشارة إلى تصريحات متحدث الرئاسة بالأمس أن الدولة الوطنية ستكون أحد محاور كلمة مصر، ولا باعتبارها من ثوابت السياسة الخارجية لمصر ومن ثوابت السياسة الإقليمية لمصر. لكن السيد الرئيس في خطابه اليوم أو في كلمة مصر التي ألقاها اليوم كان هناك مراجعة لهذا الأمر بقول أنه قد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدرتها. وهنا الرئيس أشار لنقطة بالغة الأهمية، أنه لم يعد من المقبول أن تصبح الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية. ده أول نقطة. القضية الأخرى اللي السيد الرئيس أشار إليها هو نوع من الوضوح ونوع من المكاشفة أيضا فيما يخص العمل العربي المشترك، أن العمل العربي المشترك لم يعد يعني مقبولا أن يكون قاصرا على تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية، ولكن أيضا فيما يخص العلاقة مع المجتمع الدولي والعلاقة مع العالم الخارجي. وهنا الرئيس أشار تحديدا إلى مؤسسات التمويل ومنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أخذا في الاعتبار أن مفهوم العولمة الرئيس توقف أمامه، وأنه أصبح الآن يعني محل لصراع الإيرادات وتكريس للمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، بعد ما كانت في وقت من الأوقات العالم يحتفي بها. من ضمن أو في سياق الأزمات العربية تصدرت القضية الفلسطينية الأولويات المصرية،
ولكن القضية الفلسطينية في الكلمة المصرية، ولهذا أقول أنها كلمة ثوابت، رغم أن وقتها لم يتخطى يعني تقريبا 4 دقائق أو 5 دقائق على الأكثر. ليه بنقول كلمة ثوابت؟ الرئيس أشار إلى نقطة مهمة للغاية، ويمكن النقطة دي تعاني منها القضية الفلسطينية في 20 سنة اللي فات، وهي فكرة إدارة الصراع وليس حل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي. إدارة الصراع بأن يتم يعني يظل هذا الاستنزاف، يظل هذا الاستهداف، ويصبح المنجز الوحيد هو حقن دماء الفلسطينيين. طبعا الجهود المصرية كانت حاضرة فيما يخص الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، ولكن الإشارة والتوقف أمام التفرقة بين إدارة الصراع وحل الصراع هو يعيد للذهن العربي مرة أخرى أن القضية الفلسطينية لها ثوابت، وأن القضية ليست فقط ما يحدث في غزة بين مرحلة وأخرى، وأن من المهم على المجتمع العربي والمجتمع الدولي الآن العمل على حل الصراع وليس إدارة الصراع كما تريد أو كما يريد الجانب الإسرائيلي. القضية الثانية فيما يخص القضايا العربية كانت قضية السودان، ومر الرئيس على قضايا السودان واليمن وليبيا في سياق ضرورة التحرك العربي المشترك لتسوية هذه القضايا. وفي نفس الإطار ما نقدرش نستبعد هذا المقطع من الكلمة بمعزل عن إشارة الرئيس في بداية الكلمة فيما يخص العمل العربي المشترك، أنه يجب أن يمتد أيضا إلى سياقات أبعد في التعامل مع المجتمع الدولي. موقف مصر فيما يخص عودة سوريا كان واضح جدا أنه يأتي في إطاره، أنه تفعيل للعمل العربي المشترك. ثم أكد الرئيس في ختام كلمته بالموقف المصري الثابت الذي يرتبط بشخصية مصر، الذي أكدته دولة 30 يونيو التي استعادت الدولة الوطنية في مصر، أن مصر تنظر للأمن القومي العربي باعتباره كل لا يتجزأ. التقى الرئيس السيسي مع نظيره التونسي على هامش المشاركة في القمة العربية بجدة، حيث أكد الرئيس السيسي تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، مبينا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي التقى كذلك مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني، حيث أكد الرئيس السيسي الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي،
معربا عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. برحب بك يا أستاذ جمال. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. القمة العربية تختتم عملها بالموافقة على البيان الختامي، أهم المحاور أهم البنود اللي تضمنها بيان جدة من وجهة نظر حضرتك؟ يعني خلينا نقول أنه يعني البيان تضمن أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي بشكل عام، بدءا من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في لبنان، مرورا بالملف الإيراني، وصولا إلى قضايا البيئة والأمن السبراني والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وغيرها. وكان هناك يعني في الحقيقة، خليني برضو أؤكد على أنه في تاريخ هذه القمم منذ تأسيس جامعة الدول العربية سنة 1945 هناك قمم مرت مرور الكرام، وهناك قمم يعني تركت بصمات واضحة لدى العقل الجمعي العربي. هذه القمة وهذه المرة يعني تركت بصمة حقيقية، وهي واحدة من القمم التي يعني لها مدلولاتها ورسائلها، خاصة أنها جاءت في توقيت مختلف، توقيت مختلف على المستوى العالمي. نحن أمام نظام عالمي جديد بيتشكل، تتحدد ملامحه. أيضا العالم العربي يحرز أهدافا بلاعبين عرب، الملاعب عربية واللاعبين أيضا عرب. هناك تقدما في ملف مثل سوريا، عودة سوريا إلى جميع الدول العربية، ملف مثل اليمن والتهدئة، أيضا فيما يتعلق بالعراق واستقرارها وغيرها من العواصم. وهناك مفاوضات ومباحثات مستمرة في تتعلق بقضايا لا تزال يعني متأزمة مثل السودان، مثل ليبيا وغيرها. ولكن في النهاية الملمح المهم هو أن العرب اتخذوا قرار بأن يكون لهم مساحات مشتركة. إذا كان هناك نظام عالمي جديد، فنحن أيضا لدينا إقليمية جديدة تتشكل، وبات من غير المسموح أن يكون القرار خارج المساحات العربية أو بعيدا عن القادة والشعوب والخرائط العربية. وهذا ما نلمسه جيدا على سبيل المثال في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وهي كلمة في الكلمة الحقيقة اتسمت بالقوة والعمق وتوصيل المعنى بشكل مكثف وواضح وبأكثر الكلمات. الرؤية المصرية الحقيقة كانت، وهي فلسفة واستراتيجية تتبناها مصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة، تتعلق بالحفاظ على الدولة الوطنية ومفهوم المؤسسات الوطنية للدول، وعدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، أيضا الحفاظ على سيادة الدول وأراضيها، أيضا التأكيد على أهمية الحفاظ وصيانة الأمن القومي للدول العربية، والتأكيد أكد الرئيس على أنه المنطقة العربية مرت الأيام الفترات الماضية والعقد الماضي تحديدا بظروف استثنائية قاسية. وهنا المعنى واضح ودامغ وقوي، ورسالة إلى من يهمه الأمر. عندما يتحدث الرئيس المصري كل كلمة لها دلالتها ومعناها، فعندما أيضا يؤكد على القضية الفلسطينية والحرص على دولة فلسطينية وفقا للمبادرة العربية للسلام، وتمسك مصر بالخيار الاستراتيجي وإقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكان الكلام واضحا في الموقف المصري من وجود الاحتلال، خاصة يعني بعد 5 يونيو 67 وكيف أصبحت القضية الفلسطينية قضية مركزية للدولة المصرية. أيضا عندما تحدث الرئيس عن السودان وحذر ودق ناقوس الخطر، لأنه التوسع في هذه الحرب ستكون لها امتداداتها على المنطقة والإقليم والقارة بشكل عام.
أيضا أكد الرئيس على كل النقاط الساخنة المشتعلة الملتهبة في المنطقة في القلب، منها ليبيا واليمن، وأكد ضرورة يعني وحدة وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة هيبتها الوطنية. نعم، ونحن نتحدث يا أستاذ جمال عن كلمة السيد الرئيس، وبالفعل الكثير وصفها بأنها كلمة معبرة وكلمة أيضا مركزة، تحدث فيها أيضا عن أهمية الحفاظ على مرتكزات الدولة الوطنية، ولكن استوقف البعض كلمة السيد عن ما عبر عنه بالحوكمة الاقتصادية العالمية، وأهمية أيضا إعادة النظر في منظومة التمويل، خصوصا انه يمكن احنا بنتابع وبنشوف انه التداعيات اللي احنا بنمر بيها او الوطن العربي بيمر بيها بالوقت الحالي هي يعني اساسها ومعظمها مستورد، وهناك طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه كما نتابع واثرها على الشرق الاوسط، كيف تابعت هذه الكلمه؟ يعني هذه الكلمه دائما او هذه الرساله دائما ما يؤكد عليها الرئيس السيسي، لانه نحن امام يعني عالم مأزوم اقتصاديا، ومصر في القلب منه والمنطقة العربية في القلب منه أيضا، وبالتالي آن الأوان لأن تكون هناك رؤى واستراتيجية اقتصادية وتنموية وتنمية مستدامة لمواجهة ومكافحة هذا الخطر الذي يهدد. وعشنا تجارب زي ما حضرتك ذكرتي، يعني حتى التجارب لو بدأنا من بعد ما يسمى بالربيع العربي والانهيارات الاقتصادية الذي تسبب فيها وصولا لجائحة كورونا، وكيف يعني مصر طبعا استطاعت أن تعبر هذه الأزمة لكن أثارها لا تزال مستمرة إلى حد ما، وده انطبق على المنطقة ودول المنطقة وشعوبها بالكامل، وصولا أيضا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها ذلك من خسائر اقتصادية يعني تركت ندوبا واحدة واضحة في الجسد، ليس الجسد العربي فقط ولكن جسد العالم، بل أنها قادت إلى أن يعني إلى تشكيل وإعادة كتابة نظام عالم جديد. وبالتالي هنا يعني الاقتصاد هو المفتاح الحقيقي للاستقرار، وهو المفتاح الحقيقي أيضا للاستقلال، وهو المفتاح الحقيقي أيضا لعدم السماح بالتدخلات الخارجية، خاصة أنه العالم العربي، العرب يملكون موارد وإمكانيات ضخمة يمكن استثمارها، وخلينا أقول هنا يعني ملف نقدر نسميه سلطة الطاقة التي أدركها العالم وأدرك قيمة ومكانة ومكان العالم العربي في هذه الحرب تحديدا. كمان خلينا نقول أنه يعني امتدادا لرسالة السيد الرئيس، هناك زعماء وقادة أكدوا على هذا المعنى، منهم السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، وأكد على أن هناك قمتين قادمتين سيتم دعوة وتوجيه الدعوة لكل القادة العرب أو معظمهم للمشاركة في لما تمثله هذه المؤتمرات، وهذا الاتجاه من أهمية بالغة في تحقيق يعني الاستقرار والاستقلال في القرار العربي. في بداية كلام حضرتك يا أستاذ جمال قلت أن هناك قمم تمر مرور الكرام وهناك قمم أخرى بتسيب بصمة، إيه المرتكزات اللي على أساسها بنقول أو بناء على إيه بنقول إنه بالفعل هذه القمة هتكون مختلفة، هذه القمة هتسيب بصمة في الأذهان، مجرد مخرجات كلمات أم لابد أن يكون في آليات تنفذ هذه المخرجات على أرض الواقع؟ خلينا نقول إنه يعني هذه القمة يعني اتسمت ب او تركت بصمه لانه جاءت في سياق صعب. نعم. سياق يعني صعب، عندنا حرب في السودان من حيث التوقيت يعني من حيث التوقيت، وبالتالي اصبحت القمه في اختبار مهم جدا للوصول الى حلول سريعه لوقف الهدنه ولتثبيت او لاقامه هدنه ووقف اطلاق النار، وبالتالي هنا الأمر يعني ليس سهلا، واحد. اثنين،
فيما يتعلق بعودة سوريا بعد 12 سنة من تعليق مقعدها في مجلس جامعة الدول العربية، ومصر ترأست مجلس وزراء الخارجية العرب 7 مايو وتم اتخاذ قرار العودة. أيضا فيما يتعلق بتثبيت الهدنة في اليمن ووقف إطلاق النار والاتجاه نحو مسارات سياسية جديدة أيضا، وهذا ما أكد عليه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بعض القادة الآخرين. فيما يتعلق أيضا بالمصالحة العربية السورية بشكل عام، المصالحة المصرية التركية، المصالحة أو العلاقات والمسارات الجديدة بين المملكة العربية السعودية وإيران، أي بين الرياض وطهران بوساطة صينية. كل هذه المتغيرات لابد أنها جاءت مع أو تزامنت مع هذه القمة، ربما تسبقها بقليل بأيام، لكن في النهاية حالة من يعني الحراك الإقليمي العربي يعني تزامنت مع أو كانت على بعد أيام قليلة من هذه القمة، وبالتالي اكتسبت هذه القمة يعني امتيازات ربما ميزتها عن باقي القيم باقي القمم. وبالتالي أيضا خلينا نقول يعني على سبيل المثال التوقيت، وزي ما حضرتك ذكرتي لو تفتكري مثلا قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم 67، الظرف أيضا هو الذي فرض أهمية القمة وغيرها من القمم. ولكن في النهاية هنا يعني أنا شخصيا أرى أنه لابد من البناء على نتائج ومخرجات هذه القمة. السؤال الصعب هو ماذا يحدث في اليوم التالي، يعني هو دائما السؤال الذي لابد أن يطرح. أنا في تصوري لابد من العمل على يعني تفعيل وتحويل كل ما جاء في هذا البيان إلى واقع، خاصة أنه يعني التجارب أثبتت أنه لا بديل عن تصفير المشاكل ولا لا بديل عن قطع الصفحات الملوثة بعنوان ما يسمى بالربيع العربي من خلال هذه العشرية الصعبة القاسية على المنطقة العربية، والتي بالحسابات يعني أحدثت خسائر كبيرة على كل المستويات من نزوع ولجوء وخسائر اقتصادية. في هذه النقطة تحديدا يا أستاذ جمال، حتى يعني لا تذهب عن ذهني، لأي مدى لمستم إرادة سياسية بالفعل لتصفير الأزمات؟ لم الشمل العربي خصوصا في ظل ظروف يعني إقليمية صعبة، وأيضا يعني كما نرى الأوضاع العالمية الظروف الاقتصادية الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، يعني لمسنا ده في انعكاساته على الواقع. يعني خلينا أفكر حضرتك مثلا بآخر أو بأحدث أزمة، الأزمة السودانية، وحرص الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى على التواصل واتصالات ما بين الرئيس السيسي وما بين الأمين العام للأمم المتحدة جوتريتش، وما بين الرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان سلفاكير، وما بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد ورئيس كينيا وغيرها، وأيضا الدبلوماسية المصرية والخارجية والتحركات السريعة التي قام بها السيد سامح شكري مع نظرائه في المنطقة، أيضا التحرك السريع ما بين القاهرة والرياض، أي مصر والمملكة العربية السعودية، والدعوة بشكل في اليوم التالي للحرب لعقد مجلس اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، أيضا في تشكيل مجموعة اتصال بقيادة مصر والسعودية. كل هذا من باب كل هذا يؤكد الإرادة والعزيمة، أيضا الدور المصري والسعودي وغيرهم من الأشقاء العرب في عودة سوريا، وأيضا التأكيد المصري الدائم على الاستقرار في كل العواصم الملتهمة. كل هذا يحدث على مدار الساعة، الاتصالات والمباحثات والمفاوضات، كل هذا يؤكد بشكل حقيقي الإرادة، ويؤكد أنه آن الأوان لأن يكون يعني العرب جزء من أي نظام عالمي جديد. لا غير مسموح أن يتم تشكيل هذا النظام العالمي دون أن يكون فيه العرب رقما مهما وفاعلا. وبالتالي هنا طب ما إذا كان الأمر كذلك أو ما يؤكد ذلك، أنه هناك آراء غربية وهناك أوروبية ترفض عودة سوريا لجامعة، لكن العرب لم يمتثلوا لأي من وجهات النظر. وخلينا نقول حتى النهاردة في القمة العربية هو وجود زيلينسكي، هذه رسالة يعني مهمة تؤكد أنه العرب وجامعة الدول العربية وهذه القمم وإرادة العرب لديها رؤية خاصة،
ولديها وجهة نظر، وأنها تدير ذاتها وأنها تنبثق من ذاتها ولا تنتظر أي إملاءات من أحد. وبالتالي هنا قمة انعكاس الإرادة والعزيمة في تحقيق يعني أو اتخاذ القرار. بالفعل إحنا تابعنا في الجلسة الافتتاحية كلمة الرئيس زيلينسكي. طيب نعم، ننتقل الآن إلى المؤتمر الصحفي. بشكرك أستاذ جمال. أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ 32 والتي ترأسها اليوم سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله، بحضور أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء. حيث ناقش أصحاب الجلالة كذا واضح؟ حيث ناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أبرز القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالعالم العربي والتي تمس أمن الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة. وأسفر عن القمة إعلان جدة تأكيداً على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في حشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار. على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار. وتضمن إعلان جدة متابعة التطورات والأحداث الجارية في جمهورية السودان وضرورة وقف الاقتتال لعودة الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوداني. كما تم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وتم الترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري والذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها. ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي. وتضمن الإعلان عددا من المبادرات التي من شأنها أن تسهم بدافع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأبرزها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية، ومبادرة الثقافة والمستقبل الأخضر، مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية. ونؤمن من الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالجة التحديات قادرة على توطين التنمية بما يتطلب من ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتضرعات شعوبنا العربية. ومن هنا فإننا أيضا نرحب برسالة الفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورسالة الرئيس الصيني شي جين بينغ الموجهة إلى القمة، كما أننا استمعنا إلى كلمة فخامة الرئيس الأوكراني الذي حضر بدعوة من المملكة العربية السعودية لهذه القمة. وأتقدم جزيل الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على ما بذلته من جهود كبيرة خلال قيادتها لأعمال الدورة الماضية 31 والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح. والآن يسرني أن أعطي الكلمة لأخي معالي الأمين العام، فليتفضل معاليه. شكرا صاحب السمو. في البداية ينبغي أن الإنسان يعبر عن عميق الشكر لخادم الحرمين الشريفين، ويعبر عن عميق الشكر للإدارة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. المملكة بذلت جهدا طيبا للغاية ووضعت الكثير من الموارد والإمكانيات في خدمة هذه القمة، والحقيقة حققت الهدف المطلوب منها تماما. القمة اتصفت بصفة، يعني أنا مضى علي عدة قمم الآن، هذه ربما القمة السادسة أو السابعة، لكن هذه القمة اتصفت بصفة واضحة للغاية، وهو التوافق قبل القمة وخلال عمليات القمة وفي خلاصتها. الاجتماعات كانت اجتماعات سلسة وهادئة،
لعل الجميع لاحظ أنه القمة ما استغرقتش فترة طويلة في بحث هذه القرارات، ولا الاجتماع الوزاري ولا حتى اجتماعات المندوبين. القمة صدر عنها بعض القرارات الهامة، أهمها في تقديري هو القرار الخاص بعودة سوريا، له رمزية واضحة للغاية. اتصالا بموضوع عودة سوريا، فوضح لي شخصيا أن هناك رغبة وعزم أكيد أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية واستعادة سوريا لدورها الطبيعي في المنظومة العربية وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بهذا البلد العزيز علينا جميعا نحن كعرب. وبالتالي سوريا تحتاج لمساعدة أخواتها، وهي في نفس الوقت ينبغي أن تتفاعل مع هذه الخطوة التي قامت بها المجموعة العربية. الأزمات العربية احتلت مكانا مهما على أجندة هذه القمة. هناك شعور واضح أنه العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية وعدم تركها إطلاقا للقوى الأجنبية أو الإقليمية. هناك أيضا إحساس بحالة من الهدوء مع الجوار العربي، ومن يرصد القرارات الصادرة عن القمة في علاقات الجوار العربي مع الدول العربية يجد أن هناك تهدئة، والقمة والجانب العربي بيطرح التهدئة، وينبغي أن تلتقط الخيط دولتي تركيا وإيران تحديداً، لأنه كان هناك قرارات وتم تهدئة هذه القرارات وإعطاء الفرصة لدول الجوار لبدء صفحة جديدة. القضية الفلسطينية كانت على رأس النقاشات ووضحت في كافة التدخلات والقرارات الصادرة عنها، وهناك تمسك بمبادرة السلام العربية، وهناك جهد بذلته المملكة منذ سبتمبر الماضي وشاركت فيه الجامعة العربية، وذهبنا إلى نيويورك وعقدنا اجتماعات مع المجموعة الأوروبية ومع الدول الدائمة العضوية في كيفية الاحتفاء بمبادرة السلام وبمناسبة مرور 20 عاما عليها، ثم عدنا مرة أخرى إلى بروكسل، وهناك رغبة أكيدة في تنشيط التحرك في إطار مبادرة السلام العربية. الموضوعات الاقتصادية لقيت اهتمام، ومن يتابع هذه القرارات يجد إنها فعلاً يعني قرارات الصادرة عن القمة إنه الموضوع البعد الاقتصادي والاجتماعي بيحظى باهتمام كبير. في الخلاصة أود القول أن هناك حيوية وحركية جديدة في العالم العربي. نتطلع جميعاً بأن تكون هذه القمة قمة جدة بداية لأن يأخذ العرب أمورهم بأيديهم ويتحركوا بإرادة جماعية لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية. الحقيقة المنطقة العربية مرت بربما عقد كامل من الصعوبات، وهي في طريقها أو آمل أنها في طريقها إلى الخروج من هذه الصعوبات. فكل الخير، وأنصح الجميع بقراءة إعلان جدة باهتمام، لأنه من يطلع على القاعة
القرار على الإعلان هيجد في صدر الإعلان القضية الفلسطينية، وده شيء يعني اللي أعدوا هذا الإعلان كان لديهم اقتناع كامل بحيوية هذه القضية، خصوصا في هذا التوقيت تحديدا الذي يضغط الجانب الإسرائيلي بكل التشدد وبكل العدوانية وبكل التطرف على الفلسطينيين. شكرا جزيلا سمو الأمير على كل شيء. شكرا معالي الأمين العام ومعاليه مرتبط برحلة، فنحاول إذا أمكن أن نختصر قدر المستطاع لكي لا نخسر وجوده معنا. نعطي السؤال الأول لقناة القاهرة الإخبارية. المايك. أمل الحناوي من قناة القاهرة الإخبارية. سؤالي لوزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، لماذا اخترتم للقمة عنوان التجديد والتغيير؟ وأيضا هل يمكن أن تكون الظروف مهيئة أن تستضيف بلد عربي يعني البرهان وحميتي على مائدة حوار واحدة خلال الفترة القادمة؟ سؤال أخير لمعالي السيد أحمد أولغيت الأمين العام للجماعة العربية، بالنسبة للأوضاع في السودان كيف ستكون آلية عمل اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالحوار مع الأطراف خلال الفترة القادمة؟ شكرا. شكرا جزيلا. القمة قمة جدة، بالنسبة للطرفين بالنسبة لما يحصل في السودان، طبعا نعمل في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على تهيئة الأجواء للوصول إلى هدنة إنسانية بعد أن صدر إعلان جدة الالتزامات بالمبادئ الإنسانية، والآن نطمح أن نصل قريبا إن شاء الله إلى هذه الهدنة، وهذه الهدنة تؤسس لما يأتي من بعدها من حوار نأمل من خلال الوصول إلى حل لهذا النزاع، لكن التركيز الآن هو على الوصول إلى هدنة إنسانية تتيح للمواطنين السودانيين يعني التنفس قليلا، ويعني أن يصلون إلى حاجياتهم الإنسانية المباشرة. الوضع في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان الحقيقة مؤسف للغاية، ولذلك من المهم أن نصل الآن إلى هذه الهدنة، ومن هذا المنبر أدعو الجميع الأطراف في السودان إلى التحري بالمسؤولية والجنوح إلى الحوار والابتعاد عن استخدام السلاح لحل الخلافات، لأن من يدفع الثمن هو المواطن السوداني قبل كل شيء. يعني هو لجنة التواصل أو آلية التواصل اجتمعت أول أمس، سمو الأمير مع وزير خارجية مصر مع أمين عام الجامعة العربية، واستمعنا لتقرير الحقيقة ممتاز عن جهد المملكة السعودية في السعي بين الطرفين لتحقيق وقف إطلاق نار، ثم الانتقال إلى هدنة مفتوحة، ثم بدء البحث في صلب التسوية. أتوقع أنه تكون لدينا لقاءات أخرى في هذا الثلاثي، المملكة السعودية، الأمانة العامة، وجمهورية مصر العربية. نأمل أنه الأمور تتحرك إلى تسوية أو تسوية الوضع بشكل إيجابي. المؤسف والمزعج، واستشعرت هذا في أحاديث الجميع اليوم، هو الأسى لشعب السودان، لأنه الشعب يعاني وهناك مصالح ضيقة تدفع بمصالحها المستمر. تعطي المايك هنا إلى صحيفة الشرق الأوسط. مساء الخير، عبد الهادي حبتور، صحيفة الشرق الأوسط. سؤالي سمو الأمير، تحدثتم عن مبادرات سوف تعمل عليها المملكة خلال رئاستها للقمة العربية بشأن التنمية المستدامة، لو تحدثنا بشكل أكبر عن المبادرات التي ستركز عليها المملكة. سؤالي للمعالي الأمين العام يتعلق هناك توجه عربي في الفترة الأخيرة لحل الخلافات العربية داخل البيت العربي، هل سنرى دور أكبر للجامعة العربية في حل النزاعات في الملفات أو في النزاعات العربية خلال الفترة المقبلة؟ شكرا جزيلا.
شكرا. والحقيقة هي نقطة مهمة، موضوع المبادرات التي قدمتها المملكة تأتي بكثير من عناصرها مستوحاة من مستهدفات رؤية 2030 وتركيزها على التنمية المستدامة. من أهم المبادرات اللي طرحناها مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية. العالم العربي عنده قوة شرائية هائلة وعنده يعني فرصة كبيرة يعني للاستفادة من هذه القوة الشرائية لتعزيز استدامة الأمن الغذائي عنده. احنا في المملكة العربية السعودية تعرفون أن نركز دائما على الأنشطة، على أن نعالج التحديات عن طريق فكر اقتصادي حديث، أن نعتمد على الاستدامة الاقتصادية، وهذا يعني أن نبني مبادرات في أساسها مبنية على تصور استثماري ممكن أن يحقق عائد من خلال استغلال سلاسل الإمداد بشكل أكثر فاعلية، يحقق لنا فوائد كبيرة نستطيع فيها نعزز الأمن الغذائي العربي. في أيضا مبادرة إنشاء حاويات فكرية للبحوث والدراسات في الاستدامة والتنمية الاقتصادية، حاوية فكرية بمعنى think tank، وهذا نهدف منه أيضا أن يكون الحوار عن الاستدامة الاقتصادية في العالم العربي متبناه داخل العالم العربي، ونكون نحن متصدرون لفهم ما هو في مصلحة اقتصاداتنا، كيف نبني اقتصادات أكثر استدامة، وكيف نحفز الحوار الاقتصادي العلمي في هذا الجانب. أيضا في مبادرة، وهذه مبادرة حقيقة مهمة جدا، مبادرة البحث والتميز في صناعة تحلية المياه وحلولها. كثير من دول العالم العربي تعاني من شح في مصادر المياه، ويعني التقنيات في هذا المجال تتقدم بشكل سريع، وكلما استطعنا أن نتصدر في العالم العربي لتطوير هذه التقنيات واستثمارها بالشكل الصحيح، كلما استطعنا نعزز الأمن المائي العربي. ويعني من المهم أن لا نعتمد على الآخرين، يعني لا نريد أن نستورد كل تقنياتنا وكل احتياجاتنا فيما يتعلق بالأمن المائي من العالم غربا كان أو شرقا. والمملكة تحققت قفزات مهمة في تطوير منظومة المياه لديها، وعندنا تجارب نيرة سواء في التحلية أو في حتى ضبط الهدر المائي نستطيع أن نشاركها مع بقية دول العالم العربي. والعالم العربي أيضا له تجارب، ويوجد مراكز علمية فاعلة حول العالم العربي. لو استطعنا أن نجيش هذه الخبرات ونسخرها لمعالجة هذا التحدي الكبير، سنستطيع أن نكون مركز العالمي في تطوير التقنيات المتقدمة لمعالجة موضوع شح المياه. أيضا لدينا مبادرة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. اللغة العربية هي ما يجمعنا، وهي ما يسمعه مننا العالم، ونريد أن يسمعنا العالم بلغتنا لا أن نترجم أنفسنا لهم. وهذا له جانب ثقافي، له جانب قوة ناعمة كما يقولون، لكن له جانب أيضا اقتصادي. يعني كلما استطعنا أن ننشر اللغة العربية حول العالم، كلما استطعنا أن نفتح آفاق جديدة للمحتوى العربي، المحتوى الفني والمحتوى الثقافي، وهذا أيضا يعني يدعم وجودنا حول العالم. يعني نجد لغات كثيرة منتشرة، اللغة العربية يعني في رأيي المتواضع هي أجمل اللغات، ولذلك تستحق أن يكون هناك جهد كبير لنشرها حول العالم. هناك أيضا مبادرة حول الاستدامة الثقافية وأمور أخرى مبادرات، لكن هذه المبادرات الحقيقة المهمة التي نعمل عليها. معالي الأمين، يعني للرد على مراسل الشرق الأوسط، يعني طبعا ينبغي الاعتراف أنه غالبية المشكلات العربية أو الأزمات العربية كانت تعالج على مدى العشرة أعوام الماضية أو أكثر خارج الإطار العربي، وبالكاد كانت المجموعة العربية أو الدول العربية تدفع فيه أو تشارك فيه. ومع ذلك يلاحظ أنه قرارات اليوم على سبيل المثال في لجنة من خمس دول خاصة، من خمس دول والأمانة العامة خاصة بسوريا، ولجنة أخرى خاصة بالسودان. هناك تفاعل من الجامعة العربية مع الأزمة الليبية في الإطار الدولي، وبالتالي سوف هذه اللجان سوف تعمل. ولدي بعض المعلومات اللي تؤشر إلى أنه اللجنة المعنية بسوريا سوف تجتمع قريبا، وهناك دعوة بدأ الترويج لها لعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل.
أتصور أنه موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية، والقرار بيتضمن إشارة واضحة أنه السعي نحو التسوية التدريجية للوضع السوري من خلال خطوة مقابل خطوة. هذا يتطلب نقاش مع الحكومة السورية. نعطي المايك سكاي نيوز. السلام عليكم، حمد المحمود من سكاي نيوز عربية. سؤالي موجه لمعالي الأمين. حالة التعافي العربية التي نشهدها الآن، ترى هل ستشكل ربما عائق في سبيل تطوير العلاقات العربية الأمريكية؟ في الشق الآخر أيضا من السؤال، هل هناك جهد دبلوماسي عربي تخطط له الجامعة العربية للقيام به لتجاوز أزمة عودة العلاقات السورية العربية مع الجانب الأمريكي والأوروبي، كون أنهم يعني لديهم موقف مغاير من عودة سوريا إلى الحضن العربي؟ يعني هو الحقيقة سؤال هام للغاية. أنا شخصياً كأمين عام للجامعة العربية أتصور أنه يجب أن نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية لهذه الخطوة تحديداً، خطوة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأنه هذا أيضاً أمر خاص بالعالم العربي، بالدول العربية، بالشأن العربي. إذا دولة منشئة للجامعة العربية، دولة من السبعة الأصليين استعادت مقعدها، فهذا شأن عربي. نحن أتصور أنه علينا أن نسعى لإقناع القوى الأخرى بصحة المنهج العربي، وأنه هذه إرادة عربية، ولا نسعى لصدام أو اختلاف مع القوى الخارجية. هناك اجتماع قادم بين المجموعة الأوروبية والمجموعة العربية، مقرر له في تاريخ ما في القريب العاجل. أتمنى ألا تقرر القوى الرافضة لهذه العودة أن تقاطع هذا الاجتماع، أو أن تقول أننا لا نرغب فيه، لأن إذا كان هذا الأمر كذلك فدول مجموعات كبيرة. يعني المجموعة العربية 22 دولة، المجموعة الأوروبية 27 دولة أو 28 دولة، يعني سويا بيشكلوا ربع عضوية الأمم المتحدة. فنحن نرغب في إقامة العلاقات الطيبة مع الجميع، وآمل أن الجميع يتفاعل مع هذه الرغبة. نعطي المايك للقناة الإخبارية السورية. ربا الحجة للإخبارية السورية. سؤال لمعالي الوزير بداية، في ظل مناخ دولي بات يتجه نحو التعددية القطبية ويدفع كثير من الدول للتحرر من ضغط الإملاءات الخارجية التي كانت تحد سقف قراراتها وربما خياراتها، سؤال: إلى أي حد ساعد التحرر من سطوة الإملاءات الخارجية هذه الدول إلى ربما بناء سياساتها على أساس المصلحة القومية وليس على أساس مصلحة الخارج أو الآخرين؟ وهل هذا ما عجل في إعادة لم الشمل العربي وفك ربما طوق القيود الغربية، وساعد في إيجاد آلية تفاعلية يعني الجامعة العربية؟ ولماذا تمت دعوة زيلينسكي اليوم إلى الجامعة العربية أو إلى هذه القمة؟ هل هناك من مدلول سياسي أرادته السعودية؟ سؤال الأمين العام لو سمحت، كثير من الشارع العربي لم يعد يتابع قمم الجامعة العربية لاعتبارات كثيرة، اليوم كيف تعيد إقناع هذا الشارع بأنه الجامعة تغيرت؟ هناك لا أتفق مع واضحة. هذا السؤال إطلاقاً، لسبب لكن هناك لسبب وحيد، كثير من لسبب الأراء في الشارع. أني قرأت مئات المقالات ومئات الأراء والرؤى والاهتمامات العربية في الإعلام العربي على مدى الشهر الماضي،
بشكل يعني كنت ألهس وراء الإعلام الذي يهتم بهذه الجامعة وبهذه القمة. وبالتالي سيدتي هذا المؤتمر بهذا الحجم بهذا الاهتمام يعكس اهتمام المجتمع العربي بالجامعة العربية. أنت لديك رؤية أخرى. خلاص السؤال انتهى وجاوبت عليه. المايك لقناة الجزيرة. يعني أنا ببني على اللي قاله أخوي أحمد. أعتقد شكراً. أعتقد الجامعة العربية مثبتة فعالياتها وتفاعل الدول العربية مع بعضها وتصديها لملفاتها وتصديها لمواقفها بشكل مستقل واضح للعلن. وأعتقد الطرح حول يعني تجاذبات أو إملاءات وكذا هذا من الماضي وليس أصل مكانه هنا ولا هو وقته. المهم أن نركز على الإنجاز، ورأينا في هذه القمة أن مجموعة الدول العربية مهتمة بالإنجاز ومهتمة بالنظر إلى المستقبل. قناة الجزيرة تفضل. بدر ربيع عن قناة الجزيرة. سؤالي سمو الأمير فيصل بن فرحان، هل من تطور في المباحثات السودانية تجري في جولتها الثانية هنا بين أطراف النزاع يمكن الحديث عنه؟ توافق حول نقاط معينة، ربما إعلان قريب بهذا الخصوص؟ شكرا. المحادثات جارية بالفعل الآن هنا في جدة، الجهد متواصل، هناك تقارب نوعا ما، لكن من المبكر أن نتكلم عن انفراجة أو عن وصول إلى اتفاق. نلمس من الجانبين استشعار لخطورة الوضع واستشعار لمعاناة الشعب السوداني، ونأمل أن يتترجم استشعارهم هذا لمعاناة الشعب السوداني إلى تغليب الحوار والابتعاد عن القتال وتسخير ما يلزم من وقف الإطلاق النار وثم حوار سياسي للوصول إلى حلول ترفع عن السودان هذه الأزمة الخانقة. نجي لأحمد موسى رافع إيده، أحد الإعلاميين. طيب. حاضر طبعا. يعني عنده واسطة، شو نسوي؟ طيب حاضر. مساء الخير سمو الأمير، معالي الأمين العام. أولا كل التحية للجامعة العربية وكل التحية لأشقائنا في سوريا. نحن جميعا نرحب بعودة سوريا للجامعة العربية، كنا نطالب دائما بعودة سوريا للجامعة العربية، ولكن لا نريد خلافا على الإطلاق. الجامعة العربية والأمين العام للجامعة العربية واحد من أهم الدبلوماسيين في العالم العربي، لا يليق أبدا في مؤتمر صحفي عالمي يتم الحديث بهذه الطريقة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. نحترم أشقائنا في سوريا والجميع. ولكن سؤالي أيضا لسمو الأمير ومعالي الأمين العام، ربما زيارة أو الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هل معناها أن العالم العربي اتخذ من مسار الحياد مسار آخر هو الانحياز إلى أوكرانيا على حساب روسيا، وماذا عن علاقتنا مع روسيا؟ وهذا هو سؤال موجه لسمو الأمير ومع الأمين العام. شكرا. بالتأكيد يعني دعوتنا لفخامة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف، واتخذت الدول العربية منذ بداية هذه الأزمة موقف الحياد، وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي. كنا منخرطين في فتح الحوار مع الطرفين أملاً في أن نستطيع أن نصل إلى سبيل يفتح الباب للحل من خلال الحوار. قناعة كل الدول العربية أن هذه الأزمة لن تحل إلا بالحوار، والحوار بالتأكيد بين طرفي النزاع الرئيسيين وهما روسيا وأوكرانيا، وهذا يستلزم التواصل مع الجميع والسماع من الجميع. ولا شك أننا حريصون كل الحرص على علاقتنا مع أوكرانيا. كل الدول العربية تقريبا لديها علاقات ممتازة مع أوكرانيا تسبق هذه الأزمة، كما أننا حريصون ومهتمون بالحفاظ على علاقتنا مع روسيا التي أيضا أغلب إن لم يكن كل الدول العربية لها علاقات مهمة مع روسيا. لكن الواقع أن هناك أزمة، هناك حرب،
لابد أن نجد سبيل لإنهائها، وهذا لن يكون إلا بالانفتاح على سمع جميع الأطراف وجميع الأصوات. الرئيس الأوكراني أتيحت له الفرصة لمخاطبة الجامعة العربية، هو كان حريصا للحضور ليسمع منه العرب، ونحن كنا حريصون أن نسمع منه، كما أننا حريصون بالتأكيد أن نسمع من الجميع، لأن بدون أن نسمع وجهات النظر لن نستطيع أن نكون مساهمين فاعلين في إيجاد حل. يعني أسترعي الانتباه أن منذ بداية الأزمة كان هذا موقف الجامعة العربية، حتى أن هناك في فترة قريبة من بعد اندلاع الأزمة، يذكرنا ربما الأمين العام، توجه وفد من عدد من وزراء الخارجية العرب للقاء الطرفين لمحاولة الدفع إلى التسوية عبر الحوار، وهذه قناعة تبقى أن لا بد من حوار لحل هذه الأزمة، لأن الأزمة لا تؤثر فقط على روسيا وأوكرانيا، لكن تؤثر على كل دول العالم بما فيها دول العالم العربي. معنى يعني هو مثلما قال سمو الأمير، الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر واضح لدى الجامعة، بمعنى مثلا وزير الخارجية الروسية لافروف خاطب مجلس الجامعة في القاهرة، مجموعة الوزراء العرب، مجموعة لجنة الاتصال العربية التقت بلافروف مرة أخرى في سبتمبر الماضي في نيويورك. اللجنة اللي بيشير لها سمو الأمير سافرت إلى موسكو في إبريل 2022، وأيضا إلى وارسو للقاء مع وزير الخارجية الأوكرانية، وبالتالي الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر ضروري، والدول العربية زي ما بتحدث تسعى للبحث عن تسوية وطرح رؤى، فلا يمثل أكثر من هذا. نعطي المايك للأسوشيتد بريس لو سمحت. هيجيكم المسار إن شاء الله. إن شاء الله نحاول أن نصل، لكن إن شاء الله. هناك من قبلكم في الدور، سيصلكم الدور إن شاء الله. سؤال إلى معالي الوزير سمو الأمير، سمعنا مؤخرا انتقادات أمريكية شديدة للدول اللي طبعت مع الحكومة السورية، شو ردكم على هالشيء؟ وفي هل ستؤثر العقوبات الغربية المفروضة على سوريا على تدفق الاستثمارات في المستقبل وإعادة البناء؟ شكرا. شكرا جزيلا. حقيقة يعني أنا تكلمت منذ فترة وذكرت أن وجهة نظر المملكة العربية السعودية، ويتضح أنها هي وجهة نظر الجامعة العربية أو أعضاء الجامعة العربية، أن الوضع القائم لم يكن قابل للاستدامة، وأن لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بحوار مع الحكومة السورية. وقناعتنا أن مثل ما ذكر معالي الأمين أن مكان سوريا هو داخل الجامعة، ليكون هذا الحوار حوارا سليما، لأننا نتحاور مع حكومة، وهذه الحكومة لها سيادتها، ولا بد أن يكون حكوما منطقيا، نفهم وجهة نظر الولايات المتحدة وشركائنا في الغرب، لكن لمعالجة التحديات القائمة لابد أن نجد مقاربة جديدة، وهذه لن تأتي إلا بالحوار، وبالتأكيد سوف نتحاور مع شركائنا في أوروبا وفي أمريكا لمعالجة لنقول مصادر القلق. وهناك في المقام الأول أزمة إنسانية، الآن هناك لاجئين سوريين يريدون أن يعودون لبلدهم، لابد أن نساعدهم لإيجاد سبيل العودة، هناك وضع اقتصادي صعب في سوريا، كل هذا نتيجة للوضع القائم. الوضع القائم ضرره على المواطن السوري قبل أي أحد آخر، لذلك نحن مهتمون بإيجاد حلول عملية واقعية، وهذه لن تتم إلا بالتعاون والشراكة مع الحكومة في دمشق. إن سمحتم لنا أصحاب السمو المعالي بسؤال أخير. قناة الموند. Can I ask in English? Yes, please. Good evening, I'm Hélène Salon from Le Monde. I will speak in English because it's easier for me. Syrian Foreign Minister asked for support for reconstruction, and we know that there are some sanctions. How do you plan to apply the Amman Declaration if there are still some sanctions? Will you lobby for a lift of sanctions, or will you
do another way. And I have maybe a question also about the Arab League meeting with the European Union in June. If there is a delegation of Syrian representative and minister who are under sanction, will they come to European Union? So the meeting is supposed to take place in an Arab country in the headquarters of the Arab League of in Cairo. So the host is the Arab League. It will not take place in the European Union or in Brussels. سيجرى في دولة عربية وكذلك المحتضن للاجتماع هو الجامعة العربية ولن يحدث في بروكسل أو الاتحاد الأوروبي. بس لأجيب على السؤال الذي طرح عفوا. Yes, so we will have a dialogue. نعم سنجري حوارا مع شركائنا في الغرب. هناك بطبيعة الحال مخاوف بيننا وبين الغرب ونحن مهتمون بأن يعود اللاجئون السوريون بأمان إلى بلادهم. سنعمل مع الحكومة في دمشق لتيسير هذا الأمر. نأمل أن يكون شركاؤنا أيضا مستعدين للعمل معنا لتحقيق هذا الهدف. سنعمل وفق قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة. تعلمون أن هناك قرارات تتيح إنجاز مشاريع للتعافي المبكر، لكن الذي سنركز عليه هو مصلحة السوريين. وأعتقد أن تلك المواقف المتشددة ليست بعدها بس ننهي بس يكون سؤال مختصر إذا تكرمتي. نعم. حتى نترك فرصة للزملاء في اليمين. تفضل يا. قد يكون الأمين العام لا يستطيع أن يبقى. يعني لو يجي معايا القاهرة أنا حرحب به. سمو الأمير عبد الله الزبيدي قناة الشرق. والنبي أنت عاملة يعني. أنا حمشي. سمو الأمير عندي طيارة. الحديث الآن هو عن مسار خطوة بخطوة. إحنا استمعنا للمسؤولين السوريين في هذه القمة. كان الحديث بشكل خاص عن قضية الدعم الاقتصادي، عن إعادة الإعمار. هل هذا سيسبق التسوية السياسية، قضية عودة اللاجئين؟ شكرا. لن يسبق شيء. يعني هي خطوة بخطوة كما ذكرتها يعني، وهذا حتى نهج يتبناه الأخوة في دمشق، هم منفتحون على إيجاد حلول في هذا الإطار، فهي خطوة مقابل خطوة. أستأذنك. لا كلنا ننتهي الآن. شكرا لكم أصحاب السمو المعالي. شكرا لكم. والشكر لكم على حضوركم إلى المؤتمر. شكرا جزيلا وإلى اللقاء قريب بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع وإياكم المؤتمر الصحفي عقب البيان الختامي والقمة العربية وبيان جدة 32، وأهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي أنه تم مناقشة أبرز القضايا العربية لصناعة مستقبل قائم على الإبداع وقائم أيضا على الابتكار، وهذا سوف يساهم بتحقيق الأمن والاستقرار. وأيضا أنه إعلان جدة تضمن عن مبادرات في مختلف المجالات، سواء كنا نتحدث عن مجالات بيئية، مجالات اجتماعية، مجالات أيضا ثقافية، في كافة المجالات. واستمعنا أيضا لكلمة هامة من السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. أهم ما جاء في كلمته، قال بأنه القمة حققت الهدف المطلوب منها، وتحدث أيضا ووصف هذه القمة بالتوافق قبل القمة، قبل انعقاد القمة وأثناءها، من خلال اجتماعات هادئة واجتماعات سلسة. وأيضا قال بأنه القرار الأهم وهو يتعلق بعودة سوريا، لأنه هذا القرار له رمزية، وهناك رغبة جادة بأنه عودة سوريا تكون انخراط لعمل عربي مشترك أكبر، ومن أجل أيضا تجاوز الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية اللي بتعاني منها سوريا. وذكر أيضا بأنه هناك إحساس بحالة من الهدوء المشترك بالجوار العربي كما وصفه، وأنه هناك تهدئة من الجانب العربي لترسلها، أو هذا الجانب ترسله لكافة الدول الأخرى.
ذكر أيضا السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقال بأن القضية الفلسطينية هي كما تابعنا على رأس النقاشات، وهناك أيضا تمسك بمبادرة السلام العربي، وهناك أيضا جهد قامت به السعودية بمشاركة جامعة الدول العربية. وذكر أيضا بأنه الملف الاقتصادي حظى باهتمام كبير جدا من ضمن الملفات التي طرحت، ليس فقط الملف الاقتصادي ولكن أيضا الملف الاجتماعي والاقتصادي كان له أولوية وكان له حديث كبير ضمن هذه المناقشات. إذا مشاهدينا، هذا كان أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الذي أتى بعد القمة العربية 32 التي انعقدت في جدة، وأهم ما ذكروا أيضا السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. أما بالنسبة لي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة، قال بأن المنطقة العربية مرت بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة الشعوب العربية، مؤكدا في كلمته أمام القمة العربية بجدة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسستها فرض عين وضرورة حياة لضمان مستقبل الشعوب ومقدراتها، مشددا على أنه لا يستقيم أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بذلها أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبدا أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجبا ومسؤولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضا للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذا في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعا لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادا إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المزيد عن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الطهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة. نتابع. كلمة المصرية على الرغم من أنها كانت موجزة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها أعتبرها أنها كانت كلمة الثوابت، كلمة الثوابت المصرية والثوابت العربية. كلمة الرئيس بدأت بنوع من المراجعة إذا جاز التعبير، ومراجعة يعني في بضعة كلمات فيما يخص الدولة الوطنية. نحن كنا نتحدث بالإشارة إلى تصريحات متحدث الرئاسة بالأمس أن الدولة الوطنية ستكون أحد محاور كلمة مصر، ولا باعتبارها من ثوابت السياسة الخارجية لمصر ومن ثوابت السياسة الإقليمية لمصر. لكن السيد الرئيس في خطابه اليوم أو في كلمة مصر التي ألقاها اليوم كان هناك مراجعة لهذا الأمر بقول أنه قد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدرتها. وهنا الرئيس أشار لنقطة بالغة الأهمية أنه لم يعد من المقبول أن تصبح الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية. ده أول نقطة. القضية الأخرى اللي السيد الرئيس أشار إليها هو نوع من الوضوح ونوع من المكاشفة أيضا فيما يخص العمل العربي المشترك، أن العمل العربي المشترك لم يعد يعني مقبولا أن يكون قاصرا على تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية، ولكن أيضا فيما يخص العلاقة مع المجتمع الدولي والعلاقة مع العالم الخارجي. وهنا الرئيس أشار تحديدا إلى مؤسسات التمويل ومنظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أخذا في الاعتبار أن مفهوم العولمة الرئيس توقف أمامه، وأنه أصبح الآن يعني محل لصراع الإيرادات وتكريس للمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي، بعد ما كانت في وقت من الأوقات العالم يحتفي بها. من ضمن أو في سياق الأزمات العربية تصدرت القضية الفلسطينية الأولويات المصرية، ولكن القضية الفلسطينية في الكلمة المصرية ولهذا أقول أنها كلمة ثوابت، رغم أن وقتها لم يتخطى يعني تقريبا 4 دقائق أو 5 دقائق على الأكثر. ليه بنقول كلمة ثوابت؟ الرئيس أشار إلى نقطة مهمة للغاية، ويمكن النقطة دي تعاني منها القضية الفلسطينية في 20 سنة اللي فاتوا، وهي فكرة إدارة الصراع وليس حل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي. إدارة الصراع بأن يتم يعني يظل هذا الاستنزاف، يظل هذا الاستهداف، ويصبح المنجز الوحيد هو حقن دماء الفلسطينيين. طبعا الجهود المصرية كانت حاضرة فيما يخص الأزمة الأخيرة في قطاع غزة، ولكن الإشارة والتوقف أمام التفرقة بين إدارة الصراع وحل الصراع هو يعيد للذهن العربي مرة أخرى أن القضية الفلسطينية لها ثوابت، وأن القضية ليست فقط ما يحدث في غزة بين مرحلة وأخرى، وأن من المهم على المجتمع العربي والمجتمع الدولي الآن العمل على حل الصراع وليس إدارة الصراع كما تريد أو كما يريد الجانب الإسرائيلي. القضية الثانية فيما يخص القضايا العربية كانت قضية السودان، ومر الرئيس على قضايا السودان
واليمن وليبيا في سياق ضرورة التحرك العربي المشترك لتسوية هذه القضايا. وفي نفس الإطار ما نقدرش نستبعد هذا المقطع من الكلمة بمعزل عن إشارة الرئيس في بداية الكلمة فيما يخص العمل العربي المشترك، أنه يجب أن يمتد أيضا إلى سياقات أبعد في التعامل مع المجتمع الدولي. موقف مصر فيما يخص عودة سوريا كان واضح جدا أنه يأتي في إطاره أنه تفعيل للعمل العربي المشترك، ثم أكد الرئيس في ختام كلمته بالموقف المصري الثابت الذي يرتبط بشخصية مصر الذي أكدته دولة 30 يونيو التي استعادت الدولة الوطنية في مصر، أن مصر تنظر للأمن القومي العربي باعتباره كل لا يتجزأ. للمزيد ينضم إلينا الآن دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. برحب بحضرتك دكتور حامد، وكما كنا نتابع المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد القمة العربية البيان الختامي، وكان هناك كلمات هامة أتت أيضا على لسان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذكر فيها بأنه هذه القمة ووصفها بالتوافق، التوافق سواء قبل حتى انعقاد القمة، الاجتماعات كانت سلسة، كانت هادئة، وأيضا أثناء هذه القمة، وقال بأن القمة حققت بالفعل الغرض والهدف المطلوب منها. كيف تابعت المؤتمر الصحفي وكلمة طبعا السيد أحمد أبو الغيط؟ أهلا بك يا أستاذ خلود، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا يعني هي كلمة تأتي في كبد الحقيقة، لأنها معبرة عما تم على واقع الأرض نتيجة أن هذه القمة بالفعل هي قمة التوافق بين القوى العربية للعمل على إيجاد حلول عربية للأزمات في المنطقة العربية، ولكن هناك عدة متغيرات تؤكد على هذا المعنى، وكانت هناك عوامل رئيسية تؤكد على أن هناك متغيرا نوعيا واستراتيجيا، وهو تفعيل الدور العربي لحل القضايا العربية، وهذه المتغيرات أتت بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أكثر من 12 عام. أيضا التأكيد على الدعم اللامتناهي للدولة الوطنية باعتباره فرض عين وضرورة، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس السيسي. وأيضا التقارب السعودي الإيراني وتأثيره على أربع ملفات رئيسية في المنطقة العربية، سواء الملف اليمني أو السوري أو العراقي أو اللبناني، وأيضا التقارب العربي التركي، وأيضا حضور الرئيس الأوكراني والتأكيد على الدور العربي باعتباره قطب مهم في النظام العالمي الجديد، وأيضا التأكيد على دعم إعلان جدة الإنساني كنواة حقيقية ورئيسية لحل الأزمة في السودان. وبالتالي كلها عوامل مؤثرة في شكل المنطقة العربية، نعم، وتؤدي إلى تحولات سياسية جوهرية تدعم الأمن القومي العربي. زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور حامد، أنه الدول العربية قررت أنه تكون الحلول العربية للمشاكل العربية، يعني طبقت مفهوم أنه حلولنا عربية للمشاكل اللي احنا بنعاني منها. لأي مدى هذا النهج العربي الجديد هو هام من أجل الحيلولة، أو حتى لا تترك المساحة يعني فاضية لتدخلات أجنبية، لتدخلات خارجية، وزي ما احنا شفنا انه هذه التدخلات لم تؤتي بثمرها، لم تجد حلولا، بل أدت إلى تفاقم الأزمات. طبعا يعني أكدت أيضا القمة على رفض التدخلات الخارجية والعمل على عدم تدويل قضايانا العربية، وبالتالي أرى أن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية كانت وبالا على المنطقة العربية، وكانت من الأسباب الرئيسية لإطالة أمد الصراع في كل القضايا العربية. لم يتدخل المجتمع الدولي في قضية عربية وقام بحلها، بل على العكس، كلما كانت هناك أطر رئيسية ولبنة رئيسية للعمل على إيجاد حل داخلي في القضايا العربية
كان المجتمع الدولي بتدخلاته هو المعوق لإيجاد حلول سياسية سلمية للكثير من القضايا. وهنا لابد أن أشيد وأؤكد على الدور العربي المتوازن والقوي والذي أظهر قوة وبأس كبير جدا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن ذلك تم يا أستاذ خلود بإرادة عربية حرة بعيدا عن الاعتراضات الخارجية، بعيدا عن الاستقطاب الخارجي. وأيضا نجحت الدول العربية في إخراج سوريا من معادلة دائما ما كانت يعني بداخلها، وهي معادلة اعتبرها ورقة ضغط لتنفيذ المخططات في المنطقة العربية وفي سوريا لإطالة أمد الصراع وتنفيذ أجندات خاصة تحقق ما يربو إليه القوى الدولية. وبالتالي نجحت الدول العربية في ذلك، وتسير المنطقة العربية والجامعة العربية والقوى العربية الكبيرة في هذا النهج أيضا في القضية السودانية. وهذا ما أكد عليه فخامة الرئيس السيسي مرارا وتكرارا من أنه لابد من إيجاد حل سوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية، فحل يتوافق عليه كل الأطراف حتى لا تطال أو حتى لا تطيل الأزمة السودانية أمدها إلى أكثر من ذلك بكثير. وبالتالي هناك رؤى عربية حقيقية، هي باعتبار هذه القمة تعتبر قمة استثنائية وتمثل خارطة طريق واضحة للتحديات والأزمات الكثيرة في المنطقة العربية واللي تحتاج لموقف قوي عربي موحد. وده هيجعلني أسألك يا دكتور حامد، لأي مدى عودة سوريا بكامل عضويتها بجامعة الدول العربية بعد زي ما ذكرنا غياب 12 سنة، لأي مدى هذه العودة هتساهم في حل الأزمة السورية، خصوصا أنه كمان السيد أحمد أبو الغيط قال أنه هناك أزمة إنسانية وهناك عدد كبير من اللاجئين وهناك أزمة اقتصادية تعاني منها سوريا، ولابد أن يكون في حلول علمية وعملية ولن تحدث إلا بالشراكة مع حكومة دمشق؟ سؤال مهم جدا يا أستاذ خلود، لأن بالفعل عودة سوريا للجامعة العربية هي البداية ولن تكون النهاية، لأن عودة سوريا تستلزمها إجراءات متعاقبة للعمل على وحدة واستقرار الدولة السورية، وأيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية. وأيضا سوريا تحتاج إلى دعم إنساني حقيقي، تحتاج إلى دعم وإعادة البنية التحتية، تحتاج لإعادة إعمار، تحتاج إلى دعم سياسي للحفاظ على وحدة واستقرار الدولة السورية، تحتاج إلى أن يكون هناك نوع من أنواع التوقف عن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الخارجية والدول الأجنبية. وهذا ما تسير عليه السياسة بشكل عام فيما يخص سوريا. وبالتالي أرى أن هناك موقفا عربيا يتبلور الآن لدعم سوريا سياسيا واقتصاديا وأمنيا بما يتوافق مع الرؤى العربية. بالإضافة إلى ذلك يا أستاذ خلود، هي نقطة مهمة جدا أن انعكاس الأزمة السورية وحلها سينعكس بشكل إيجابي وكبير على الأوضاع في لبنان وأيضا في العراق، باعتبار أن الدول الثلاث لا يمكن فصلهم عن بعض ومؤثرين بشكل كبير على الأمن القومي العربي. واستقرار الأوضاع في سوريا سيجعل النازحين الموجودين في لبنان يعودون إلى أراضيهم، مما سيخف العبء عن الدولة اللبنانية، وبالتالي ستستقر الأوضاع في لبنان. وأيضا فيما يخص مجال مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن سوريا والعراق لديهم حدود مشتركة ورئيسية حوالي 600 كيلومتر، وبالتالي ضبط الحدود ومجابهة الإرهاب هو نقطة رئيسية في سبيل العمل على تعزيز العمل العربي المشترك. دكتور حامد، يعني هناك رغبة صادقة لمصر من أجل دعم مساعي التكامل بين الدول العربية. السيد الرئيس أيضا أكد على أهمية توحيد الصف العربي وحل الخلافات والنزاعات. أولا، شايف جهود مصر إزاي خلال الفترة الأخيرة في لم الشمل العربي، وإزاي لمست أيضا هذه الجهود وهذه الرغبة خلال كلمة السيد الرئيس اللي البعض وصفها بأن هي معبرة وكانت أيضا مركزة على الحفاظ على مرتكزات الدولة الوطنية؟ طبعا أصبح الرئيس السيسي هو رئيس ملهم لكل الدول العربية باعتبار دور مصر الريادي والمحوري الذي لم تتوقف فيه الدولة المصرية عن دعم كل القضايا العربية. وكلمة الرئيس السيسي على الرغم من أنها صغيرة وليست لم تأخذ وقتا كبيرا، ولكن كل كلمة كانت معبرة
في نطاقها وفي سياقها العربي والإقليمي، وكانت مؤثرة وواضحة وشاملة وجامعة لكل القضايا العربية، وتحرك الرئيس السيسي في كلمته وبشكل دقيق ورصد حلول لكل القضايا العربية من خلال كلمة دقيقة وواضحة، وهو رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وعدم تدويل القضايا العربية، ولا بد من إيجاد حل داخلي لكل القضايا العربية. مصر دائما وابدا دائما ما تدعم كل الحلول في المنطقه العربيه. وهنا استاذ خلود اتذكر كلمه الرئيس السيسي في القمه 31 في الجزائر، واللي اشار بشكل واضح انه لابد ان تتحرك الدول العربيه في اطار واحد وفي موقف واحد وجسد واحد، ولابد من أن يكون هناك تكتل اقتصادي سياسي تجاري أمني يكون دافعا للعمل العربي المشترك، ولابد أن يكون هذا التكتل دافعا لعودة الاستثمارات العربية من الخارج إلى الداخل العربي، لأن هذه النقطة تحديدا تمثل نقلة نوعية في تقوية الجسد العربي سياسيا، وأيضا يعني رؤية حقيقية. يعني النهاردة وجود الرئيس زيلينسكي رئيس السيسي كان قد أشار أكثر من مرة من ضرورة إيجاد حل شامل وعادل ليس فقط للقضايا العربية ولكن للقضايا الدولية، باعتبار أنه في قد 27 وفي وجود أكثر من 120 رئيس دولة أشاد إلى أنه لابد من أن يكون هناك حلا سياسيا للأزمة الروسية الأوكرانية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. ينضم إلينا الآن للمزيد من التفاصيل مراسل إكسترا نيوز جمال وصيف. أنا برحب بيك، كنا نتابع يعني مع طبعا المشاهدين هذا المؤتمر الصحفي الهام الذي أتى بعد الانتهاء من البيان الختامي بيان جدة 32. استمعنا إلى كلمة أيضا السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. ردود الفعل الأصداء حتى الآن لديك؟ بالتأكيد، يعني منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي المصاحب للقمة العربية، والذي يعني ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الصحفي الذي كان مليء بعدد من الرسائل وعدد من التصريحات الهامة التي يعني تحدثت عما دار داخل القمة وعما كان يتم تجهيزه منذ أشهر يعني ماضية. في هذا السياق يعني هناك العديد من الرسائل التي وجهت عبر قادة الدول العربية في هذا الأمر. كان هناك التأكيد على العمل العربي المشترك وضرورة استمرار العمل العربي المشترك في هذا السياق، خاصة مع تصاعد الأزمات العربية، والتأكيد على ضرورة هذا العمل للخروج من المأزق والخروج من هذه الأزمات من أجل الشعوب العربية في هذا التوقيت. يعني كان هناك تأكيد على عدد من القضايا المستمرة ومثلها القضية الفلسطينية، القضية الأم هي القضية المركزية لدى الدول العربية، والتأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في ترسيم الحدود وفي الحصول على أرضه وفقا لمبادرة السلام عام 1967. وكان هناك أيضا يعني إدانة كبيرة للحكومة اليمين الإسرائيلية على تصاعد الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية. أما في الجانب السوداني وكان هناك الحديث ويعني الرسائل اللي موجهة للشعب السوداني وللأطراف السودانية بشأن هذا السياق وضرورة التهداء وضرورة الحوار وتغليب لغة الحوار للخروج من هذا المأزق الذي تمر به السودان، وخاصة مع مرور السودان بأزمة اقتصادية وأزمة في يعني الأحداث وعدم وصول المساعدات الإنسانية. وتعليقا على ما يتم وما يدار داخل جدة في مباحثات جدة التي تتم منذ يعني 6 مايو الماضي، يعني لمح وزير الخارجية السعودية إلى أن هذه المباحثات مستمرة على الأراضي السعودية، ربما أن لم يكون هناك ولن يكون هناك تهدئة ووقف إطلاق النار بشكل كامل في الوقت الحالي، ولكن الأهم هنا والأولويات على الدعم الإنساني للسودان والتهدئة الإنسانية من أجل وصول هذه المساعدات. في جانب آخر وهو حضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هذا التوقيت وإلى القمة العربية الذي اتجهت أنظار العالم إليها، تحدث وزير الخارجية السعودي وأيضا السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام إلى أن الدول العربية لابد وعليها
هم كبير، تستمع إلى الدول وتستمع إلى كافة الأطراف منذ بداية الأزمة، وكان هناك لجنة مشكلة تستمع إلى ما يحدث في روسيا وتستمع إلى وجهة النظر الروسية، بالإضافة أيضا إلى استماع إلى وجهة النظر الأوكرانية، وكان يعني هذا الأمر واضحا أمام الجميع في كلمة الرئيس الأوكراني عندما تحدث وناشد وحاول يعني تحريك مشاعر الدول العربية ومشاعر قادة الدول العربية للوقوف بجوار بلاده، وأن الأمين العام والوزير الخارجية السعودي لمحوا بأن الدول العربية قد يعني أخذت موقف الحياد الإيجابي في هذه الأزمة ولم تقف مع طرفا ضد الآخر ولم تنخرط في ظل هذه الأزمة. الحديث كثير حول الأمور التي تمر بها الدول والدعم الاقتصادي والتنموي والأراضي الخضراء وأيضا المشاريع والمبادرات التي تم اعتمادها من قبل قادة الدول العربية في هذا السياق. هناك كثير من المشروعات القرارات التي تم اعتمادها بالفعل لصالح الشعوب العربية. نعم مراسل إكسترا نيوز جمال الوصيف، بشكرك على كل هذه المعلومات. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة على شاشة إكسترا نيوز حول مخرجات القمة العربية في دورتها 32. كنت مع حضراتكم أنا خلود زهران، ابقوا دائما برفقتنا وإلى اللقاء.